روح الأفنان في تيسير غريب القرآن. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للورى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشق القمر، انفلق القمر فلقتين معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله المشركون آية. قوله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر باطل مضمحل أو قوي دائم. قوله تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر منتهٍ إلى غاية يستقر عليها. قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. مزدجر كفاية لردعهم عن كفرهم. قوله تعالى: فتول عنهم، يوم يدع الداعي إلى شيء نكر أمر فظيع منكر، وهو موقف الحساب. قوله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خشعا ذليلة من شدة الهول. الأجداث القبور. قوله تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين مسرعين. قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وازدجر زجر ونهر عن تبليغ الدعوة. قوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مغلوب ضعيف عن مقاومتهم. قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر متدفق. قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفجرنا شققنا، فالتقى الماء أي التقى ماء السماء والماء المتفجر من الأرض. قدر قدره الله في الأزل، وهو إهلاكهم بالطوفان. قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. على ذات ألواح ودسر سفينة ذات ألواح ومسامير شدت بها. إذن دسر أي مسامير. قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بأعيننا بمرأة منا وحفظ، وفيها إثبات صفة العينين لله تعالى كما يليق بجلاله وكماله، والجمع للتعظيم كما ورد في لغة العرب. قوله تعالى: جزاء أغرق انتصارا منا لنوح عليه السلام وعقوبة لهم على كفرهم. قوله تعالى: لمن كان كفر هو نوح عليه السلام. قوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركناها آية، أبقينا قصة نوح عليه السلام وعقوبة قومه عبرة ودليلا على قدرتنا. مدكر معتبر ومتعظ. قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر. ونذر إنذاري. قوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. صرصرا شديدة البرد، والصرصر أي البرد الشديد، والصر كذلك
كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم، الآية في سورة آل عمران، أي برد شديد. قوله تعالى يوم نحس يوم شؤم، مستمر دائم الشؤم عليهم. قوله تعالى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس تقتلعهم من مواضعهم وترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم وتنفصل عن أجسادهم. أعجاز نخل أصول نخل بلا رؤوس، منقعر منقلع من أصله. قوله تعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، وسعر جنون. قوله تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، أشر متكبر متجبر. قوله تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، فتنة لهم اختبارا لهم، فارتقبهم انتظر يا صالح ما يحل بهم من العذاب، واصطبر اصبر على الدعوة والأذى. قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، ونبئهم أخبرهم قسمة بينهم مقسوم بين قومك والناقة، يوم لهم ويوم للناقة، شرب نصيب من الماء، محتضر يحضره صاحبه في يومه ويحرم منه الآخر. قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فنادوا صاحبهم دعوه ليعقر الناقة، وهو قدار بن سالف أشقى ثمود، إذ هو الذي تجرأ وقتل الناقة، فتعاطى تناول الناقة بيده، فعقر نحر. قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كهشيم المحتضر كالزرع اليابس الذي داسته البهائم فتهشم. قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مدكر متعظ. ومما ينبغي الإشارة إليه أن الله عز وجل ذكر هذه الآية 4 مرات، والقرآن الكريم ميسر من جميع الوجوه. فقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا تلاوته وقراءته وحفظه ومعانيه، ويسرنا العمل به، فهو ميسر من جميع الوجوه، قراءة وحفظا وفهما واستنباطا وعملا. فهل من مشمر ومقبل على كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ فهل من مدكر، أي متعظ، وأصل مدكر مذتكر، مذتكر، فأدغمت الذال في التاء وتحولت إلى دال، إلى دال، لأن الذي يناسب التاء هو حرف الدال إذ تخرج من نفس المخرج. قوله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر، بالنذر بآيات الله التي أنذروا بها. قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، حاصبا حجارة، بسحر في آخر الليل. قوله تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أنذرهم بطشتنا خوفهم لوط عليه السلام بأس الله فتماروا، شكوا وكذبوا. قوله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، راودوه طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بهم أي بأضيافه، فطمسنا أعمينا وحجبنا، عاقبهم الله بالطمس، ثم بقلب قراهم ثم أمطرهم حجارة من طين. إذن الطمس هو العمى، أو جعلنا وجوههم كأقفائهم، جعلنا الوجه كالقفا لا شيء به،
لا شيء به. قوله تعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، بكرة أول النهار، مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة. قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، الجمع جماعة كفار مكة، ويولون الدبر يفرون منهزمين قد ولوكم أدبارهم، وقد حصل هذا في غزوة بدر. وهذا من الإعجاز الغيبي، إذ الآية مكية نزلت في مكة وتخبر عن هزيمة محققة للكفار، وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وفهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ كان يقرأها وهو في مكة ويقول: أي جمع سيهزم وأي جمع سيولي الدبر؟ فلما كان يوم بدر وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فهم معناها وفهم الجمع المقصود بهذه الآية. قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أدهى وأمر أعظم وأشد مرارة مما لحقهم من العذاب في بدر. قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، وسعر عذاب. قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، مس سقر إصابة جهنم وعذابها لكم. قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إلا واحدة، إلا قولة واحدة وهي كن، كلمح بالبصر سريع لا يتأخر كطرفة العين. قوله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، أشياعكم أشباهكم في الكفر، مدكر متعظ. قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، في الزبر مكتوب في الكتب التي بيد الحفظة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روح الأفنان في تيسير غريب القرآن.